إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم إخوة الإيمان تحية عطرة من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من شهر رمضان المعظم، والذي يعد موسما من مواسم الطاعات وطريقا لنزول الخيرات والبركات، وموسما من مواسم السعادة التي يفرح بها المؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففي شهر رمضان تحط السيئات وتتضاعف الحسنات، وتتنزل الخيرات والرحمات، وتتزايد البركات، فهو شهر الخير والبركة، ولله تعالى فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من لياليه. هلا رمضان يا شهر الدعاء، وشهر الصوم شهر الأولياء، قيامك لم يجد في الليل ندا، وصومك تاجه نور البهاء. وكم لله من نفحات خير، بمقدمك السعيد أخذ ضياء، ورحمته تحيط بكل عبد يتوب ويرتدي ثوب الدعاء. وفيك العتق من نار تلظى إذا تابت قلوب الأشقياء، نظرت مساجدا تزهو بنور، فسر القلب من وهج الصفاء. فحيوا شهركم بجميل صوم، فكم فرحت قلوب باللقاء. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، وأن يدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة،
نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم بدءا من الآية 88 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه
الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ف
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون وجاء فرعون
قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام وليالي شهر رمضان المعظم، والذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل أن ينشغل قلب المسلم وعقله ولسانه بذكر المولى تبارك وتعالى، فذكر الله هو أشرف ما يمر بخاطر الإنسان وأفضل ما يحضر في قلبه وأجمل ما يردده لسانه. فذكر المولى تبارك وتعالى من أشرف الطاعات ومن أيسر العبادات. فلنجعل إخوة الإيمان رمضان كله ذكرا للمولى تبارك وتعالى، نذكره بصيامنا وقيامنا وتهجدنا وصلواتنا. فاللهم يا حنان يا منان، نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر الطيب المبارك أن تنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلم والسلام والسكينة والاطمئنان، وأن تجعل بلدنا مصر الحبيبة
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة في ضمانك وأمانك، واحفظها بعينك التي لا تنام، وصب عليها الخير صبا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن المولى تبارك وتعالى بميلاد فجر يوم جديد، والذي يحين موعده إن شاء الله في 14:10 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يطيب لنا الآن أن نتوقف سويا مع لحظات من الصفاء بأيد ممدودة إلى السماء وألسنة تلهج بالدعاء مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، يا رب ما لي في الوجود سواك، وأعز آمالي أنت الكريم، أنت الحليم، أنت الكريم، وإنني لا أرتجي، لا أرتجي، لا أرتجي.
إلاك. رمضان أقبل فاغتنم غفرانه. طوبى لمن صامه إيمانا. رمضان أقبل بالهداية والتقى. هيا اغنموا وقرأوا القرآن. رمضان أقبل والنفوس تشوقت. رمضان أقبل والنفوس تشوقت. رحمات ربي أقبلت تغشانا. رمضان أقبل والنفوس تشوقت. رحمات ربي أقبلت تغشانا. فيه الجنان تفتحت. وتهيأت للصائمين مكانا. والنار مؤصدة وأخمد حرها. إبليس صفد والزواق سرانا. يا باغي الشر أقصد واحترس. يا باغي الخير أقبل واغتنم.
يا باغي الخير أقبل واغتنم نفحات ربك واغتنم رضوانه والصائمون وقد سقاهم ربهم طهر الشراب والصائمون وقد سقاهم ربهم طهر الشراب والصائمون وقد سقاهم ربهم طهر الشراب وتوجوتي عطش يكافأ بالسقاية يومها عطش يكافأ بالسقاية يومها والصائمون تبوأوا الريان عطش يكافأ بالسقاية يومها والصائمون تبوأوا الريان والصائمون وقد سقاهم ربهم طهر الشراب وتوجوتي عطش يكافأ بالسقاية يومها والصائمون تبوأوا الريان اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا موتانا يا رب عطش يكافأ بالسقاية يومها والصائمون تبوأوا الريان
عطش يكافأ بالسقاية يومها والصائمون تبوأوا الريان صوموا تصحوا أخلصوا في حبكم صوموا تصحوا أخلصوا في صومكم صوموا تصحوا أخلصوا في نياتكم صوموا تصحوا أخلصوا في صومكم فالمحسنون يقصهم إحسانا. يوم القيامة والصحائف وزعت يوم القيامة يوم القيامة والصحائف وزعت والناس عطشى اللهم اسقنا بيدك الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين يا حليم. يوم القيامة والصحائف وزعت والناس عطشى يرتجون أمانة صوموا تصحوا واخلصوا في صومكم فالمحسنون يخصهم إحسانا. يوم القيامة والصحائف وزعت والناس عطشى يرتجون أمانة الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيعي يا أبا القاسم يا رسول الله صلى الله عليك عليك وعلى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد
محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ حسين عبد العال السويفي بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، شهر رمضان تتنزل فيه الملائكة بالخير والبركات، وقد خص المولى تبارك وتعالى هذا الشهر الفضيل بوجود ليلة القدر فيه. لقد وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو شهر الجود والإحسان، يضاعف المولى تبارك وتعالى الأجر لعباده، ويغمرهم بعظيم لطفه وكرمه ورحمته. فهو شهر استجابة الدعوات، وشهر الطاعات والعبادات، وشهر الخير والقربات، ويكثر فيه المسلمون من مساعدة الفقراء والمحتاجين بالبر والصدقات، وينتشر الخير بين الناس، وتكثر فيه صلة الأرحام.
وهو شهر الفرح والسرور، فرح للمسلم عند فطره، وفرح له عند لقاء ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. اللهم إنا نسألك أن تعيننا جميعا على الصيام والقيام، وعلى الذكر والاستغفار وقراءة القرآن. اللهم إنا نسألك فهم القرآن وحب القرآن والعمل بالقرآن، وأن توسع أرزاقنا بالقرآن، وأن تشرح صدورنا بالقرآن، وأن تسعدنا بالقرآن، وأن تشفع فينا القرآن. إخوة الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة، يقام الآن لصلاة الفجر، والتي يؤمنا فيها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك ولا رب لنا سواك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما أنعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من كل ذنب ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم وهب لنا من فضلك عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم وأحسن وقوفنا بين يديك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا
ودعاءنا وجميع أعمالنا. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وضمانك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن بلادنا البلاء والوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا أرحم الراحمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف الصغار والكبار يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومن علمونا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، بجاهه عندك أن تفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله، ما ضاقت إلا وفرجها الله. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب. توسلنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، اقض حوائجنا عن قريب. فهذا وقت الحاجات، يا حاضرا لا يغيب، يا حاضرا لا يغيب. وصل اللهم وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم، والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات محمد الورداني وجلال عبد النبي من الإذاعة الخارجية ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء مهندس محمود الشيتي، شريف محمود، ورامي عبد المنعم. ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، وكل عام وأنتم بخير،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الخامس من شهر رمضان المبارك من عام 1443 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق السادس من أبريل من عام 2022 من الميلاد.